دكتور فهد الشليمي رئيس المنتدى الخليجي للأمن والسلام. دكتور خليني أسألك في البداية، كيف تعلق على ما كشفته صحيفة الاندبندنت عن هذا التمييز العنصري، عن هذه الانتهاكات العنصرية التي استعرضناها واستعرض هذا التقرير وهذا التمييز الذي يعاني من أعضاء المنظمة العاملين من داخل المنظمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أشكركم على طرح هذا الموضوع الحقيقة، لأن كل المشاكل اللي كانت تجي كان يرفق فيها تقرير عن منظمة العفو الدولية، خصوصا خلال العشرين سنة الفائتة. احنا عشنا مجموعة من المتغيرات، مجموعة من الثورات، مجموعة من الدمار للبلدان، وكانت منظمة العفو الدولية في من أوائل التقارير التي تدين الدول، واللي مع الأسف شوف هذه الدول وين وصلت، كانت انحدرت يعني، وإلى الآن تعاني من هذا الانحدار، ومنها دول لحد الآن الحقيقة ما زالت تعاني، مثل ليبيا، مثل سوريا، يعني هذه الدول ما زالت تعاني. الآن العنصرية موجودة لكن لا يتم الكشف عنها ولا يتم السماح الحقيقة، بينما أنا أحد الأشخاص اللي عملوا في اليو إن، أهم شيء عندهم اللي هي الترانسبيرنسي، الشفافية، الحيادية، يعني الإكواليتي مثل ما يقولون، أو يسمونها الجندر بالانس، لكن يعني تجدها في الكود، لكن في بعض الأحيان قد تكون ليست مطبقة، لا يتم الإعلان عنها صراحة، لكن تشم ريحتها، وهذا اللي تحدثت عنه أعتقد صحيفة الاندبندنت، بس أنها أوردت الحقيقة ضحايا لهذا التمييز، وللأسف أنها في من منظمة أمنستي، أنا زرتها في لندن في فرع المنظمة، هناك انحراف كبير عن أهداف المنظمة اللي تأسست في 1961، خصوصا في وجود العديد من الأيديولوجيات ووجود ودخول أشخاص مؤدلجين يدعون أنهم NGO ويعملون مع المنظمة، وتقاريرهم الحقيقة ليست حيادية، لا تتمتع بالحيادية، ومع الأسف تعتمدها أمنستي.